رجعنا مع حضراتكم ومباراة كلنا مستنيينها يا استاذ طارق، مباراة النادي الاهلي طبعا ونادي الزمالك يوم السبت اللي جاي. قبل ما نتكلم عليها، انت شايف اداء نادي الاهلي في الفترة اللي فاتت في الدوري عامل ازاي؟ شوف، هو طبعا انت بتتكلم ان الدوري توقف بلقاء الاهلي وسموحة كان يوم 11 مارس، ورجع الاهلي يلعب تاني يوم 8 اغسطس. يعني بنتكلم في 5 شهور اللي يومين، حتى بالنسبة للفرق الأخرى اللي كانت متوقف مبارياتها قبل كده فقعدوا أكتر من 5 شهور. يعني الأهلي 5 شهور تقريبا بعيد عن المباريات، وفي فرق كانت أكتر، ممكن وصلت فرق اللي هي ما لعبتش في خلال شهر مارس، وصلوا قربوا على خمس شهور ونص تقريبا، ست شهور. فطبعا مستحيل ان انت تتخيل انك هترجع للفورمة اللي كنت عليها ما قبل توقف كورونا بعد مباراتين او 3. انما الشكل بالنسبة لكتير من الفرق رجع بسرعة اكتر من ما احنا توقعنا. يعني انت كنت فاكر ان الامور هتبقى فيها يعني مدة اطول عشان نشوف اداء افضل. بالظبط، يعني لدرجة ان انا بقول لك ايه، من السلبيات اللي الناس كتير قالت لك ايه، احنا هنعمل اعداد امتى؟ بينما احنا لو رجعت الدوري المصري اخر 20 سنة هتلاقي عمر ما كان في فترة اعداد اكتر من 3-4 اسابيع. ده انت ساعات بيخلص الدوري تخش في البعض. ده حقيقي، مظبوط. يعني انت المدربين بيتكلموا كده بايه، بقدرة قوي، ان هو يعني ما فيش اعداد. وانت كنت بتعمل اعداد فين؟ ما كان كل الموسم يخلص. يعني احنا الموسم اللي فات الكاس خلص، وبعديها بيومين المسابقة الدوري الجديد، الكاس اللي هو كان النهائي الزمالك وبيراميدز. فكل موسم، الموسم اللي قبليه برضو دخلنا في فترة التحام بين الموسمين، والموسم اللي قبل اللي قبله، كل موسم كان كاس الأمم الأفريقية بيبقى بالكتير 3 أسابيع. يعني أعتقد بيبقى بالكتير، أنت لو خدت 3 أسابيع بين الموسمين ده بيبقى فترة. فالناس كانت بتطلب، لا إحنا عايزين 6 و7، وإحنا عارفين كل أمور الغرض منها إن هو مش عايز يلعب الدوري بمعنى أصح. بالظبط، يعني بالظبط كده. فهي حصلت مناوشات كبيرة بين المطالبين بعدم استئناف الدوري وبين المطالبين بعودة النشاط بشكل عام، مع العلم بأن الموضوع اتقسم إلى أهلي وزمالك بس، ما فيش أي حاجة تانية. يعني هو اتقسم إلى أن الزمالك مش عايز يرجع الدوري، ودي برضو علامات استفهام كبيرة جدا. أنا الحقيقة ذكرتها في أكتر من مقال. طب هو ليه الزمالك بإدى إيحاء كده لفرقته أن لو رجع الدوري ده الأهلي هياخد الدوري؟ طب ما الفارق المفترض نظريا فيما هو مفقود من النقاط بغض النظر عن عدد المباريات اللي كان مختلف، الفارق 15 نقطة. طب ما الاهلي السنه اللي فاتت كان فارق 28 نقطه وكان عنده مؤجلات، عرف يرجع من الخلف خالص. الاهلي كان لاول مره في تاريخ الدوري من 48-49 السنه اللي فاتت دي، الموسم اللي فات ده، كان نمره 18 في الدوري الاخير. ساعتها كان في مؤجلات كتير قوي. يعني عمر ما جدول طلع جدول دوري من اول الدوري ما ابتدى لغايه النهارده الاهلي موجود فيه بمركز زي، حتى لو له مؤجلات، يعني حتى لو له مؤجلات ما بيبقاش عمر مكان الاخير، الثامن التاسع حاجه كده يعني، لكن اخير. وازاي الاهلي يرجع ويكسب الدوري وبفارق 8 نقاط؟ يعني مش حتى فارق نقطه ولا اتنين، لا ده بفارق 8 نقاط. طب انت ليه بتدي ايحاء للاعيبتك ان الدوري اتحسم؟ ليه انت ما تلعبش حتى تضيق الخناق على الاهلي في مسابقه الدوري؟ هقول لك مثال. اخر موسم فاز بيه الزمالك بالدوري 2014-2015، لغايه النفس الاخير الاهلي ما سلمش، رغم ان كان فارق المستوى لصالح الزمالك، فارق النقاط الكبير كان لصالح الزمالك. عرف الاهلي يرجع، وكان الكابتن فتحي مبروك تولى فتره وقتيه كده في هذا الموسم لو تفتكر، وراح الاهلي رغم ان هو كان اقل من الزمالك في هذا التوقيت فنيا، كسب الزمالك وضيق الفرق ل6 نقط واجل اعلان الدوري لغايه الاسبوع الاخير. يعني كان فرق 15 نقطه كانت النتيجة، كان ممكن يستسلم ويقول خلاص احنا يعني بالظبط يعني. لكن بس دي مدرسه النادي الاهلي برضه. بتضغط. دي مدرسه النادي الاهلي. طب انت ليه على الاقل ما تضغطش؟ يعني ليه توصل او استعد للبطوله الافريقيه على سبيل المثال؟ ده جزء تاني من ضمن ال10 حاجات. الدوري ما كانش اولا بطل بس، انت مش بتحدد بطل، بالظبط، ما تتحدد بطل وتاني اللي هيلعبوا في دوري الابطال، ثالث وبطل الكاس اللي هيلعبوا في الكونفدراليه، بتحدد اللي هيلعبوا حتى في البطولات العربيه، يعني بتحدد الهابطين. نمره 2، بتتجنب انك انت الدوري يرجع زي ما كان وقت التوقف بتاع 2012 و2013. كنا نلغي الدوري، يروح طالعين اللي هيطلعوا وسايبين اللي هم مش هينزلوا.
العدد العدد بيكبر وبالتالي مشاكل بتبقى 24 نادي اعلى عدد من الانديه في تاريخ الدوري. وطبعا دوري كان سيء جدا. ده دوري مجموعتين كان مجموعتين اللي هو كان اسوء دوري. دوري كان صعب قوي بالظبط. دوري مجموعتين ومستويات هزيله والنهائيات بتحسم في خلال اربع مباريات في الاخر. فكل دي عناصر انت كنت هتستعد ازاي؟ يقول لك دوري جديد. طب اشمعنى دوري جديد اللي هتستعد بيه؟ يعني الدوري الجديد ده مش هيبقى فيه كورونا فهتستعد بيه، والدوري القديم والناس كانت بتقول خلاص نبدا دوري جديد في اكتوبر. طب ما انت ايش عرفه في اكتوبر مش هيبقى يعني بالزبط. الامور طب ونبدا في اكتوبر بقى وتلعب في سبتمبر، اللعيبه تيجي من الشارع روكي. تلعب دور قبل نهائي الدوري ابطال افريقيا. طب اشمعنى المغرب؟ بص بقى هقول لك الفرق وارجع لك على المغرب. في اوروبا قرروا عوده النشاط. اولا عندما تقرر عوده النشاط بالتاكيد النادي اللي هيهبط في المانيا هيقول لك لا مش عايز استأنف الدوري. بالتاكيد اللي خرج من كاس ايطاليا واللي خرج اللي لا ينافس على الدوري الايطالي او اللي هو في المراكز السفلى هيقول لك لا مش عايز استأنف. فانت هتلاقي في كل حته الدنيا هتتقسم، لكن القرار قرار جهات عليا. عندنا احنا كان قرار دوله مش حقيقي. قرار حتى وزاره الشباب والرياضه مش لوحدها، ولا اتحاد الكوره مش لوحده، يعني مش اتحاد الكره ولا اللي اعلى منه الوزاره، لا ده قرار دوله انك ترجع لسه هتقول بقى تقسمهم تقول ايه دول 14 4 لا. والغريب يا استاذ طارق كمان انه قبل يعني كان بنقول يا رب الدوري يرجع، فكان الناس اللي قالت لك لا دي كانت بتقول لو الدوله قررت ان الدوري يرجع انا هرجع. طب الدوله اوريدي قررت، فيعني يعني برضو كان في علامه استفهام. انت قلت قبل القرار لا لو الدوله قالت انا ماشي، على اساس ان الدوله قالت لا مفيش نشاط، فقال لك نتمنى عوده نشاط لكن الدوله تقول. بعد الدوله ما قالت قال لك لا بقى قال لك وقول لي انسحب ورجع في كلامه تاني. يعني بص بقى في اوروبا حصل ايه. النشاط هيرجع خلاص، مفيش كلام، مفيش نقاش، مفيش صحافه بتتكلم عن الموضوع، مفيش اعلام اتقسم عشان شويه يأيدوا بايرن وشويه يأيدوا دورتموند مثلا، لا مفيش، كله على خط واحد ان النشاط رجع. رجع المسابقات بحلوها بمرها بدون جمهور. على فكره احنا لعبنا بدون جمهور بقالنا 8 سنين اهو. لا كمان في نقطه عايز اقولها لحضرتك، ان كمان قال لك حدد ميعاد ومحدش قال لك الميعاد ده. طب انا محتاج اسبوعين، طب اللعيبه اصلها حدد ميعاد بعديها بثلاث اسابيع. يعني قرار عوده الدوري الالماني اتقال ان الدوري النشاط الدوري الالماني هيبدا بعد ثلاث اسابيع من دلوقتي بالجدول من دلوقتي. ما جاش بقى مدرب قال لك اصل انا اللعيبه خلاص ده قرار نزل وهم عليهم ان هم يشتغلوا عليه. خلال ثلاث اسابيع بدا الدوري تاني. في دوريات اوروبيه اللعيبه جم قعدوا اسبوع تمرين كده بس ورجعوا للمسابقات، لكن كان قدسيه صحيح. ما يشبه القدسيه لان قرار بعوده النشاط، لدرجه ان احنا اذا كنا متعودين على اللعبه بدون جمهور. ففي اوروبا انا اذكر مباراه كان بين مانشستر سيتي واذكر واتفورد تقريبا، فاتلعبت بدون جمهور عقوبه لواتفورد وقتها، الكلام ده من كام سنه. فجوارديولا قال ايه؟ انا نفسي ما نلعبش اللعبه دي تاني، اعتبر ان اللي اتلعب ده مش كوره، اللي بيتلعب من غير جمهور ده مش كوره. رغم ان الجمهور اساسي عندهم في اوروبا، لكن قال لك احنا استئناف النشاط اهم بكتير من اي اعتبارات تانيه. فراحوا لاعبين بدون جمهور، ما حدش اعترض، وخلصت الدوريات كلها. النهارده ذهاب الدور قبل نهائي دوري ابطال اوروبا، بكره الماتش عفوا مش ذهاب يعني المباراه الاولانيه، المباراه الثانيه بكره، بعدين نهائي اليوروبا ليج، وبعدين نهائي دوري ابطال. تخلص كل مسابقات اوروبا، كل الدوريات ودوري ابطال اوروبا، وانديه بدات تستعد للدوري الجديد اوريدي. بال بقى شوف بقى الشغل الصح. دوري ابطال اوروبا الجديد النهارده في 8 مباريات اللي هي الادوار التمهيديه. مظبوط بيلعبوا الادوار التمهيديه بتتلعب الكواليفايرز الاولانيه اللي هي قبل دوري المجموعات. ابتدت مش النهارده، ده ابتدت من اسبوعين صح. يعني لسه المسابقه دوري ابطال افريقيا دوري ابطال اوروبا القديمه ما خلصتش كان لسه دور الثمانيه والتمهيدي بيلعبوا لان التمهيدي ما كانتش الانديه دي اللي هي وصلت للادوار دور ال 16 او دور الثمانيه، هي دي اللي هتلعب في الادوار التمهيديه. فلعبوا الادوار التمهيديه وهتلاقي مثلا ايه بعد اسبوعين ثلاثه خلاص وصلت الادوار التمهيديه، ودوري ابطال اوروبا الجديد هيبتدي زي العاده خالص، دوري المجموعات في اوقاته في تواريخه العاديه. قصدي اقول لك ايه؟ ان عندما تقرر ان النشاط يعود كله ما اهدرش الجهد، ما ضيعوش وقت.